السلام عليكم الإخوان، اليوم غادي نشوفكم كيف نستعملو لاباري فيبر اوبتيك. اشتراك ورضيو كندير نديرو الفيبر ديالنا. نطويو أحسن نطويو الداركول، نطويو مزيان، كنقطعو كليفوز ديالنا. بالنسبة للكليفوز حول ما يمكن ما بين 15-16-14 ملم. نوزع الفيبر ديالنا في الأبراي، نحاولو منقصاش الراس ديال الفيبرة، البوزيسيون ديال الفيبرة كتكون في هاد الحالة، مكتكون بعيدة مكتكون قريبة كما كنشاهدو في الصورة. قلنا حول ما يمكن منقيسوش راس ديال الفيبرا ماشي حاجة باش متهرس ليناش. كما كنشاهدو الصورة تقطع مزيان، اكسلون، كنشوفو الفيزيوني صغير فوالا، تراكوردات زرعا، مزيان. نعاودو نفس العملية باش المعلومة ترسخ، فوالا منقصوش الراس. بالنسبة للبوزيسيون ديال الفيبر كنحاولو نعتمدو على القنص ديال لاباراي كما شاهدو في الصورة، فوالا كنحطو يدينا باش مكترجفش، باش نكبدو البوزيسيون مزيان. فوالا نحطوها على القنت، كنحطوها بلاتي ومنقصوش الرأس ديال الفيبرا أكتر.
بالنسبة للجهة أخرى نفس الشيء. فوالا كانت عمدة القنت ديال لاباراي راح تطير في بلا ديالنا حاول ما نقصش الرأس ديالها. كما قلنا نحاول ما يمكن نجيو بهذا ما يجيو قراب كما كان شاهد الصور. في هذه الحالة كما كان شاهدوا الصورة كيكون ديفو ديال التقطع كما كان شاهدوا الفبرة اليسار قطعش مزيان أما اليمين قطع مزيان. كما كان شاهدوا الصورة نورمالمون يكونوا قطعين جوج بهم مزيان عاد باش كيكون أكوردومو بيان مزيان. كنعاود الفيبرا لليسار ما كانش هاد الصورة هادو لي ديفو لي كيكونو سبب في التقطاع معادش تقدر تلاقي تراكورد لنا الفيبرا. فوالا بعد ما عاودنا التقطاع نشوفو راكوردوما ديالنا مزيان بونيطا 0.1 0.1 أكوردومو مزيان.